بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم للإمام أحمد بن تيمية غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا ووالدي شيخنا وللمسلمين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: والثاني قول الفراء وغيره من الكوفيين أن الفعلين عملا في الاسم، وهو يرى أن العاملين يعملان في المعمول الواحد. وعلى هذا اختلافهم في نحو قوله عن اليمين وعن الشمال قعيد وأمثاله. فعلى قول الأولين يكون التقدير وعد الله المنافقين النار كوعد الذين من قبلكم، ولهذا عذاب مقيم كالذين من قبلكم أو كعذاب الذين من قبلكم. ثم حذف اثنان من هذه المعمولات لدلالة الآخر عليهما، وهما يستحسنون حذف الأولين. وعلى القول الثاني يمكن أن يقال: الكاف المذكورة بعينها هي المتعلقة بقوله وعد، وبقوله ولعن، وبقوله ولهم عذاب مقيم، لأن الكاف لا يظهر فيها إعراب. وهذا على القول بأن عمل الثلاثة النصب ظاهر. وإذا قيل إن الثالث يعمل الرفع فوجهه أن العمل واحد في اللفظ، إذ التعلق تعلق معنوي لا لفظي. وإذا عرفت أن من الناس من يجعل التشبيه في العمل، ومنهم من يجعل التشبيه في العذاب، فالقولان متلازمان، إذ المشابهة في الموجب تقتضي المشابهة في الم... في الم... إذ المشابهة في الموجب تقتضي المشابهة في الموجب، وبالعكس فلا خلاف معنوي. إذ المشابهة في الموجب تقتضي المشابهة في الموجب، وبالعكس فلا خلاف معنوي بين القولين. وكذلك ما ذكرناه من اختلاف النحويين في وجوب الحذف وعدمه، إنما هو اختلاف في تعليلات ومآخذ لا تقتضي اختلافا في إعراب، لا في إعراب ولا في معنى. فإذا الأحسن أن تتعلق الكاف. النحويين بسكون الحاء المهملة. أحسن الله إليكم شيخنا. النحويين وفلا وما ذكر النحويين في وجوب الحذف وعدمه، إنما هو اختلاف في تعليلات ومآخذ لا تقتضي اختلافا لا في إعراب ولا في معنى. فإذا الأحسن أن تتعلق الكاف بمجموع ما تقدم من العمل والجزاء، فيكون التشبيه فيهما لفظا. وعلى القولين الأولين يكون قد دل على أحدهما لفظا وعلى الآخر لزوما. وإن سلكت طريقة الكوفيين على هذا كان أبلغ وأحسن، فإن لفظ الآية يكون قد دل على المشابهة في الأمرين من غير حذف، وإلا فيضمر حالكم كحال الذين من قبلكم ونحو ذلك. وهو قول من قدره: أنتم كالذين من قبلكم، ولا يسع هذا المكان بسطا أكثر من هذا، فإن الغرض متعلق بغيره. وهذه المشابهة في هؤلاء بإزاء ما وصف الله به المؤمنين في قوله: ويطيعون الله ورسوله. فإن طاعة الله ورسوله تنافي مشابهة الذين من قبل، قال سبحانه: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة فإن طاعة الله ورسوله أحسن الله إليكم شيخنا. فإن طاعة الله ورسوله تنافي مشابهة الذين من قبل، قال سبحانه: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فالخطاب في قوله كانوا أشد منكم قوة وقوله فاستمتعتم
إن كان للمنافقين كان من باب خطاب التلوين والالتفات، وهذا انتقال من المغيب إلى الحضور، وكما في قوله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ثم حصل الانتقال من الخطاب إلى المغيب في قوله أولئك حبطت أعمالهم، وكما في قوله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، وقوله وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وهذا الذي يسمى في الصنعة البلاغية أسلوب الالتفات، هذا هو أسلوب الالتفات. نعم أحسن الله إليك شيخ. الغرض منه تنشيط ذهن المستمع لكي يكون مستحضرا دائما مع ما يقال فلا يصيبه الذهول. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. فإن الضمير في قوله أولئك حبطت أعمالهم الأظهر أنه عائد إلى المستمتعين الخائضين في هذه من هذه الأمة، كقوله فيما بعد ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، وإن كان الخطاب لمجموع الأمة المبعوث إليها فلا يكون الالتفات إلا في الموضع الثاني. وأما قوله ثم هذا ووضح هنا أسلوب الالتفات. نعم، وطبعا ابن القيم رحمه الله لما يقول لك سبحان الله، يعني ابن تيمية لما يقول لك يعني وهذا ليس مكان بسطه، نحن قلنا سيالات فكرية عجيبة عنده رحمه الله، فلذلك يستطرد كثيرا هنا وهناك ويستفيد طالب العلم من هذا الاستطراد. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وأما قوله فاستمتعوا بخلاقهم، ففي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله فاستمتعوا بخلاقهم قال بدينهم، ويروى ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، وروي عن ابن عباس بنصيبهم من الآخرة في الدنيا، وقال آخرون بنصيبهم من الدنيا. قال أهل اللغة الخلاق هو النصيب والحظ، كأنه ما خلق للإنسان أي ما قدر له، كما يقال القسم لما قسم له، والنصيب لما نصب له أي أثبت. ومنه قوله تعالى ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة. والآية تعم ما ذكره العلماء جميعهم، فإنه سبحانه قال كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، فتلك القوة التي كانت فيهم كانوا يستطيعون أن يعملوا بها للدنيا والآخرة، وكذلك أموالهم وأولادهم، وتلك القوة والأموال والأولاد هو الخلاق، فاستمتعوا بقوتهم وأموالهم وأولادهم في الدنيا، ونفس الأعمال التي عملوها بهذه القوة والأموال هي دينهم، وتلك الأعمال لو أرادوا بها الله والدار الآخرة لكان لهم ثواب في الآخرة عليها، فتمتعهم بها أخذ حظوظهم العاجلة، فدخل في هذا من لم يعمل إلا لدنياه، سواء كان جنس العمل من العبادات أو غيرها. ثم قال سبحانه فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. وفي الذي وجهان، أحسنهما أنه صفة المصدر أي كالخوض الذي خاضوه، فيكون العائد محذوفا كما في قوله مما عملت أيدينا، وهو كثير فاش في اللغة. والثاني أنه صفة الفاعل أي كالفريق أو الصنف أو الجيل الذي خاضوه، فحكما لو قيل كالذين خاضوا. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأنه فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به، أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحق.
والأول هو البدع ونحوها، والثاني فسق الأعمال ونحوها، والأول من جهة الشبهات والثاني من جهة الشهوات. ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنياه. وكانوا يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فهذا يشبه، وهذا الذي أنتم ترونه الآن رأي العين، لما يتسلط هؤلاء الجهلاء على وسائل التواصل المختلفة فيفسدون عقائد الناس. والآن أغلب الشباب الآن من يتابعون؟ يتابعون جهلة مواقع التواصل المختلفة، ثم تجده غدا يأتي هذا الجهل ينتكس والعياذ بالله. نسأل الله الثبات لنا ولكم جميعا. لذلك كونوا كما قال ابن مسعود: وعليك بالعتيق، وعليكم بالاقتداء برسول الله وبصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والزموا غرزهم، وبمن مات من أهل العلم فإن الحي تخشى عليه الفتنة. وكما قلنا ونعيد دوما ونقول: إن هذه الفتن مردها إلى الشينين الشائنين، إما إلى الشهوة وإما إلى الشبهة، إما إلى الشهوة وإما إلى الشبهة. لذلك فعلى الإنسان أن يلزم غرز أهل العلم لينجو من الشبهات ومن الشهوات. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه الشبهة والشهوة، عابد جاهل وعالم صاحب هوى، هذا الذي جعل يخرج من يخرج يقول لك: لا يوجد دليل على حرمة تهنئة الكفار. وهذا كتاب كامل جعل في مثل هذا، حشي وملئ بالأدلة من الكتاب والسنة ومن أقوال السلف. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. وكانوا يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ولا يتبعونه، وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم. ولذلك هذه من فوائد سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا يقول شيخ الإسلام: وكل من ضل، قال المغضوب هم اليهود والضالون هم النصارى، ويدخل معهم، لأن القاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يدخل معهم من ضل من عباد المسلمين مع النصارى ضل على جهل، ويدخل معهم من ضل من علماء المسلمين ضل على علم، فيدخل في المغضوب عليهم اليهود. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. ووصف بعضهم أحمد بن حنبل فقال رحمه الله: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته البدع فنفاها، والدنيا فأباها. وقد وصف الله أئمة المتقين فقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك قال ابن تيمية، سيأتينا كلام جميل من هذه الآية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الله أكبر، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. فبالصبر تترك الشهوات، وباليقين تدفع الشبهات. ومنه قوله هذه التي ذكرناها يا أحباب الكرام من خمسة فوائد طالب العلم، اقتناص الفوائد. أعد هذه الجملة لكي يكتبها الناس بماء قلوبهم وبماء الذهب. تنجو من الفتن كيف؟ بهذه النصيحة الذهبية. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. فبالصبر تترك الشهوات، وباليقين تدفع الشبهات. ومنه قوله: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقوله: أولي الأيدي والأبصار.
ومنه الحديث المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. فقوله سبحانه: فاستمتعتم بخلاقكم، إشارة إلى اتباع الشهوات، وهو داء العصاة. وقوله: وخضتم كالذي خابوا، إشارة إلى اتباع الشبهات، وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات. وكثيرا ما يجتمعان، فقل من تجد في اعتقاده فسادا إلا وهو يظهر في عمله. فقد دلت الآية على أن الذين من قبل استمتعوا وخاضوا، وهؤلاء فعلوا مثل ذلك. ثم قوله: فاستمتعتم وخضتم، خبر عن وقوع ذلك في الماضي، وهو ذم لمن يفعله إلى يوم القيامة، كسائر ما أخبر الله به عن الكفار والمنافقين عند مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه ذم لمن حاله كحالهم إلى يوم القيامة، وقد يكون خبرا عن أمر دائم مستمر، لأنه وإن كان بضمير الخطاب فهو كالضمائر في نحو قوله: اعبدوا واغسلوا واركعوا واسجدوا. اعبدوا نعم شيخنا حفظك الله. اعبدوا اغسلوا اركعوا واسجدوا وآمنوا، كما أن جميع الموجودين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى يوم القيامة مخاطبون بهذا الكلام، لأنه كلام الله، وإنما الرسول مبلغ له. وهذا مذهب عامة المسلمين، وإن كان بعض من تكلم في أصول الفقه اعتقد أن الضمير إنما يتناول الموجودين حين تبليغ الرسول، وأن سائر الموجودين دخلوا، إما بما علمناه بالاضطرار من استواء الحكم، كما لو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة، وإما بالسنة، وإما بالإجماع، وإما بالقياس، فيكون كل من حصل منه هذا الاستمتاع والخوض مخاطبا بقوله: فاستمتعتم وخضتم، وهذا أحسن القولين. وقد توعد الله سبحانه هؤلاء المستمتعين الخائضين بقوله: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. وهذا هو المقصود هنا من الآية، وهو أن الله قد أخبر أن في هذه الأمة من استمتع بخلاقه كما استمتع الأمم قبلهم، وخاض كالذي خاضوا، وذمهم على ذلك وتوعدهم على ذلك، ثم حضهم على الاعتبار بمن قبلهم، فقال: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، أتتهم رسلهم بالبينات. وقد قدمنا أن طاعة الله ورسوله في وصف المؤمنين بإزاء ما وصف به هؤلاء من مشابهة القرون المتقدمة، وذم من يفعل ذلك وأمره بجهاد الكفار والمنافقين بعد هذه الآية، دليل على جهاد هؤلاء المستمتعين الخائضين. ثم هذا الذي دل على عليه الكتاب من مشابهة بعض هذه الأمة للقرون الماضية في الدنيا وفي الدين وذم من يفعل ذلك، دل عليه أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: وخضتم كالذي خاضوا. هنا هذا هو خضتم، خروج من الغيبة إلى الخطاب. كالذي خاضوا يعني كخوضهم، فالكاف هنا كالذي هادي في موضع نصب نعت منصوب لمصدر محذوف، أي وخضتم خوضا كالذي خاضوا، وخضتم خوضا كالذي خاضوا. ولذلك هنا يقول لك: خاض في الماء، أو خضت الماء أخوضه خوضا وخياضا،
والموضع اللي بيكون في المال كثير يسمى المخاضة، وهو الذي يكون في وقت مطر أو كذا الناس يجوزون فيه ويمرون فيه مشاة وركبانا. مخاض يجمع على مخاض، ومخاوض يجمع على مخاض ومخاوض. وخاض الشيء يعني اقتحمه، يعني اقتحمه. وهذه كلها يدل أيها الكرام الفضلاء على ما يقع في الإنسان من هذه الشبه، نسأل الله السلامة والعافية، فيكون عرضة لها ويخوض فيها بجهل أو بهوى، بجهل لأنه عامي أو بهوى لأنه عالم مفتون، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك جاء عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تأخذون كما أخذت الأمم قبلكم ذراعا بذراع وشبرا بشبر وباعا بباع. الذراع معروف هو إنما تفرد يدك، الباع هو أنك تبسط الذراعين معا، هذا يسمى باع. والشبر معروف هو المسافة من الإبهام إلى الخنصر لما يكون ممدودين، شبرا بشبر، ذراعا بذراع، باعا بباع، حتى لو أن أحدا من أولئك دخلوا جحر ضب لدخلتمه. قال أبو هريرة: وإن شئتم فاقرأوا كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم. يقول أبو هريرة: والخلاق هو الدين، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبل بخلاقهم. قالوا: يا نبي الله، فما صنعت اليهود والنصارى؟ يعني قال: هل هو جحر الضب هذا؟ قال: فمن الناس يومئذ، ومن الناس إلا هم، ومن الناس إلا هم. وهذا الحديث وإن كان يروى بصيغة التمريض لكنه صح، وجاء في الصحيح: لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة، شبرا بشبر، وذراعا بالذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله دون صلاة. قال: فمن؟ سؤال استفهامي، الغرض منه تعجب، يعني من الناس. ولذلك يقول ابن عباس: ما أشبه الليلة بالبارحة، هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم. لا إله إلا الله، شبهنا بهم. نعم، أحسن الله إليك شيخ. ثم هذا الذي دل عليه الكتاب من مشابهة بعض هذه الأمة للقرون الماضية في الدنيا وفي الدين، ودم من يفعل ذلك، دلت عليه أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الآية أيها الكرام الفضلاء، الآية هي 69 في سورة التوبة، ولما فيها يقول ابن القيم في تفسيره: وقد ذم الله سبحانه من اتبع الظن وما تهوى الأنفس. قال: والظن هي الشبهات، وما تهوى الأنفس هي الشهوات. لا إله، انظر الكلام الجميل. وهما اللذان ذكرهما الله في سورة براءة: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبل بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. ما جزاؤهم؟ أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك هم الخاسرون. يقول ابن القيم: فذكر الاستمتاع بالخلاق وهو التمتع بالشهوات، وهو نصيبهم الذي آثروه في الدنيا على حظ في الآخرة، يبيع دينه بعرض من إيش؟ من الدنيا. فالخوض الذي اتبعوا فيه الشبهات فاستمتعوا بالشهوات. أرأيت؟ يأتيك هنا: فما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تهويله. يأتي يشبه على الناس، يأتي يشبه على الناس: لا، الحجاب ليس واجبا، الصلاة الجماعة ليست واجبة، يبدأ يشبه على الناس ويلبس على الناس. هذا هو معنى الآية، كما قال ابن القيم في تفسيره رحمه الله، قال: فذكر الاستمتاع بالخلاق وهو التمتع بالشهوات، وهو نصيب الذي أثره في الدنيا لحظ في الآخرة. فالخوض، إيه هو الخوض؟ الخوض اللي هو اتبع فيه الشبهات، يخوض في مسائل الدين، حجاب أو اختلاط إلى آخره، فيدخل فيها الشبهات
ليستمتع بالشهوات، ليستمتع بماذا؟ بالشهوات. قال وخاضوا بالشبهات فنشأ عنهما التفرق المذموم الذي ذم الله أهله في كتابه ونهى عباده المؤمنين عن التشبه بهم، فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الآية وفيها يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف، عافنا الله وإياكم. ثم بيّن ربنا عز وجل الآية، هذا آية من آيات المنهج، آية 69 سورة التوبة، وقد أخبر سبحانه عن حبوط أعمال أهل الشهوات والشبهات، لأن في النهاية قال إيش؟ قال بعد ما قال استمتعتم إلى غير ذلك، قال أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك هم الخاسرون، وأولئك هم الخاسرون. وخضتم كالذي خاضوا، وهذا الخوض كان بالباطل مثل ما يفعله أهل الشبهات في التدليس على المسلمين. قال ابن القيم هذا الخوض بالباطل في دين الله هو خوض أهل الشبهات، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، هذه النتيجة ولكم الخاسرون. فعلق سبحانه حبوط الأعمال والخسران باتباع الشهوات التي هي الاستمتاع بالخلاق، وباتباع الشبهات الذي هو الخوض بالباطل. ولذلك يقول ابن القيم والفتنة نوعان، عافنا الله وإياكم، فتنة الشبهات وهي أعظمهما، أعظم شيء الشبهة تأتي في قلب العبد تضيع عليه دينه ودنياه، قال وفتنة الشهوات. ولذلك قلنا كل البلايا من هذين الشينين الشائنين، شبهة وشهوة، شبهة وشهوة. فلذلك السعيد أيها الكرام الفضلاء من يجنب هذين الشينين الشائنين، ولا سيما الأول منهما وهو الشبهة، لأن الشبهة تدخل في قلب العبد فتقلبه رأسا على عقب. ولذلك قل يا محمد وأحب إلي لصاحب توبة أن يوفق لصاحب سنة، يعني إنسان ما يبدأ يتوب ربنا يوفق له صاحب سنة، ما أنك أنت تتوب تروح للعدنان إبراهيم وشحرور والكيالي وأمثال هؤلاء الكذبة، يضيع عليك دينك ودنياك، وتخرج من شبهة إلى شبهة إلى شبهة ثم تخرج من الدين كله. وأغلب من وقع في الإلحاد وترك الأدلة والسنة هم من تبعوا أمثال هؤلاء الذين ذكرت لكم آنفا، ومن قبلهم كان عمرو خالد وفلان وفلان الذين كنت أحذر منهم في كل مجال، والحمد لله الذي ربنا تبارك وتعالى كشفهم للناس أجمعين، ونسأله الثبات حتى الممات. نعم نعم أحسن الله إليكم شيخا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذن كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعا بذراع وشبرا بشبر وباعا بباع، حتى لو أن أحدا من أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة. الآية. قالوا يا رسول الله كما صنعت فارس والروم وأهل الكتاب؟ قال فهل الناس إلا هم؟ وعن ابن عباس، وعن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أنه قال ما أشبه الليلة بالبارحة، هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتا وهديا، تتبعون عملهم حذو القدة بالقدة، غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال المنافقون الذين منكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا وكيف؟ قال أولئك كانوا يخفون نفاقهم وهؤلاء أعلنوه.
وأما السنة فجاءت بالإخبار بمشابهتهم في الدنيا وذم ذلك والنهي عن ذلك، وكذلك في الدين. فأما الأول الذي هو الاستمتاع بالخلاق ففي الصحيحين عن عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة ابن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخف. وكان أهل البحرين من المجوس، كانوا من المجوس، كان أهل البحرين، هي الحسن الآن. أيها الكرام الفضلاء، كانوا مجوسا، ولم أمر عليهم. شيخنا فيك صوتك يقطع يا شيخ. العلاء بن الحضرمي وأرضاه، لما صالحهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى نعم. عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما آخر شيء قلته ماذا؟ الصوت واضح؟ نعم شيخ، الآن واضح. تفضلوا. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يخاف فتنة الفقر، وإنما يخاف بسط الدنيا وتنافسها وإهلاكها. وهذا هو الاستمتاع بالخلاق المذكور في الآية وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حول. إني فرط لكم، يعني سابقكم. لا لا، أحسن الله إليكم شيخ. إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض،
وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا، أو ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، أن تتنافسوا فيها. وفي رواية: ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم، أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نكون كما أمرنا الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون أو تتباغضون أو غير ذلك، ثم تنطلقون إلى مساكين المهاجرين فتحملون بعضهم على رقاب بعض. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: أو يأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل: ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ قال: ورأينا أنه ينزل عليه فأفاق يمسح عن الرحضاء، وقال: أين هذا السائل؟ وكأنه حمده. فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر. وفي رواية: فقال: أين السائل آنفا أو خير أو أو خيره أو خيره أو 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 خير هو ثلاثا: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبط أو يلم إلا آكلة الخضر، فإنها أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت، وإن هذا المال خضر حلو، ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه هنا تأذن لي هنا بعض الناس أمثال الجفري ومن هم على شاكلته، لما جاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام: وإني والله لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، حديث عقبة الذي مر معنا آنفا في الصحيحين. فهنا فقال: انظر، النبي لم يخاف علينا الشرك، معناها أنه لا يقع الشرك، وهو كذاب طبعا، إنما هو يريد أن يدلس على الناس وأن يسوق لشركياته المعروفة التي رددنا عليها على مدار 15 سنة الماضية كلها، الحمد لله رب العالمين. لو رجع لكلام أهل العلم لفهم. قال نووي رحمه الله في شرح مسلم على هذا الحديث، لأن الحديث متفق عليه، واحنا عارفين النووي عنده شرح على الإمام على صحيح الإمام مسلم، قال: وفي هذا الحديث معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن معناه الإخبار بأن أمته تملك خزائن الأرض وقد وقع ذلك، وأنها لا ترتد جملة وقد عصمها الله تعالى من ذلك. هذا هو المقصود، إنه ما الشرك أخشى عليكم، المقصود أن الأمة لا ترتد جملة، وإلا فإن الشرك قد وقع وحدثت الردة بعد وفاته مباشرة، مسيلمة الكذاب ومن معهم، وارتد من ارتد من العرب، لكن هو أن المقصود هو هذا، أنها لا ترتد جملة وقد عصمها الله تعالى من ذلك.
وأنها تتنافس في الدنيا وقد وقع كل ذلك. هذا كلام النووي على شرح مسلم. تعالوا لكلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري، فتح الباري شرح صحيح البخاري، والحديث قلنا متفق عليه. قال ابن حجر في قولي ما أخاف عليكم أن تشركوا، قال أي على مجموعكم، لأن ذلك قد وقع من البعض أعاذنا الله تعالى. رأيتم؟ هذا هو كلام أهل العلم وليس كلام الجفر الكذاب ومن هم على شاكلته. انظروا، قال لأن ذلك قد وقع من البعض أعاذنا الله تعالى. نعم. وفي هذا الحديث معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أورده المصنف يعني البخاري رحمه الله في علامات النبوة. ثم إن السنة الصحيحة ما في تعارض بين حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعارض بعضها بعضا، ولا يكذب بعضها بعضا، ونحن نصدق أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نصدق الجفر الكذاب ومن هم على شاكلته. وقد دلت السنة أن هذه الأمة منها من يقع في الشرك بالله، من حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة. وذو الخلصة هو عبارة عن يعني كان طاغية دوس وصنم دوس يعبدون في الجاهلية، وحدث ذلك. وروى مسلم من حديث عائشة قال: سمعت النبي يقول عليه الصلاة والسلام: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة. فقلت: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون، أن ذلك تاما، يعني ما يصير بعد شرك. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم، والعياذ بالله يرجعون المشركين. فتبين من هذا أن بعض المسلمين سوف يقع في الشرك والردة، ولكن ذلك لا يعم جميع الأمة، فإنها معصومة من أن تجتمع على ضلالة. وهذا قلنا من خصائص الأمة لما ذكرنا لكم 27 خصيصة من خصائص هذه الأمة. والقرآن يبين أن سيقع الشرك، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربوني إلى الله زلفى، وهذا موجود أيها الكرام الفضلاء، أيما يرمت في بلاد المسلمين تجد قبة وضريح ويدعونه من دون الله، وأنتم أغلبكم تسافرون هنا وهناك وترون ذلك بأم عيونكم. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين. وهذا الإجماع على كلام شيخ الإسلام نقله غير واحد من العلم، مثل ابن مفرح في الفروع، والمرداوي في الإنصاف، والبهوتي في كشاف القناع، إلى غير ذلك أيها الكرام الفضلاء. فلذلك المسلم أيها الكرام الفضلاء كما قلنا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعلى المسلم أن ينتبه لما يفعله هؤلاء أهل الشبهات الذين يدلسون على هذه الأمة. والنبي أخوف ما أخاف عليكم الشرك، وقال: ولا أخشى عليكم أن تشركوا بعد، يعني قال هذا وقال هذا، فنجمع بين الأحاديث بماذا؟ بأن ذلك لا يقع في الأمة كلها بحمد الله، لا يقع في الأمة كلها بحمد الله تبارك وتعالى. فالنبي قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك، وقال هنا: ما الشرك أخشى عليكم. ولذلك هنا هذا هو طالب العلم يجمع بين جميع الأدلة، أما أهل الشبهات فيتبعون
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يجمع لك كلمة من هنا وكلمة من هنا ثم بعد ذلك يبني عليها قصرا ومصرا لكي يلبس على هذه الأمة، فينتبه لمثل هؤلاء. ويكفيك من سعدة وجارتها ألا تمر بواد من بواديها، إن الإنسان يبتعد عن مثل هذول هؤلاء الناس. هنا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، لما النبي عليه الصلاة والسلام جلس يوما على المنبر وجلسنا حوله، وقال إني مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا. الله عز وجل يقضي بحكمته البالغة ويجعل الدنيا دار ابتلاء وكدر، جبلت على كدر وأنت تريد وصفا خليطا من الأكدار والأخذاء. فمنهم من يغتر بزينتها ويتنافس عليها، ومنهم من يعلم حقيقتها، جناح البعوضة هذه سبحان الله، يتقاتلون جناح البعوضة ما يرى بالعين المجرد أصلا وهم يتقاتلون عليها. والنبي يقول إن لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما ساق الكافر منها شربة ماء. فمنهم من يزهد في هذه الدنيا ويرى فيما عند الله تبارك وتعالى. وجلس النبي على المنبر، وهذه فيها سنة يغفل عنها كثير من الناس، وهي سنة الموعظة على المنبر. المنبر ما هو بس لخطبة الجمعة يا شباب، هذه يعني تكاد تكون سبحان الله، هذه سنة يعني ما تكاد ترونها. هل رأيتم أحدا جاء في الموعظة جلس على المنبر يا شباب؟ هل رأيتم هذا؟ هذه سنة من سنة، هذه سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي كان يجلس في دون الجمعة على المنبر عليه الصلاة والسلام ويعظ الناس. فبين هنا النبي أنه يخاف على الأمة من هذه الدنيا وبهرجتها وجمالها وما يفتح عليها من زهر عليهم من زهرتها، وهذا من دلائل النبوة الكلام هذا. النبي أخبر وحدث صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا الغيب الذي يظهره الله لنبيه، النبي لا يعلم الغيب، قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لكن لا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول. هنا الله تبارك وتعالى يخبر نبيه بالوحي للمغيبات، فمنها ما وقع في حياته كفتح مكة، ومنها ما وقع بعد موته كفتح فارس والروم، ومنها ما ننتظره من علامات الساعة. لذلك أبو هريرة لما كانت تفتح الأمور يقول انفلوها أو لا تنفلوها، فكل أخبرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا لما تكلم النبي على ذلك عليه الصلاة والسلام، جاء رجل يسأل أويأتي الخير بالشر؟ الرجل كأنه أشكل عليه يعني أن الشر يأتي من داخل الخير أو بسبب الخير، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. علم الصحابة هنا أنه يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، وهذا من أدبي عليه الصلاة والسلام، لا يفتي من غير علم عليه الصلاة والسلام، ينتظر حتى يأتي الوحي. تأتيه المرأة تقول رسول الله خولة بنت ثعلبة تزوجني كذا وطلقني بعد وظاهر مني، يقول الله أنا ما لا أرى لك شيئا لحد منزل عليه الوحي. فأين نحن من هؤلاء الذين يفتون ويهرفون بما لا يعرفون؟ ناديته زيدا فسمعه عمرا وكتبه خالدا ونطقه بكرا، ما فيه علاقة بين أربعة الأسماء هذه، نسأل الله السلامة والعافية. مالت هذه كل يوم يأتيك عشرات الفيديوهات من الكذب والدجل والقول على الله بغير علم. سكت النبي، علم أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، أول من فصم الوحي عنه ومسح سبحان الله عن نفسه الرحضاء العرق يعني. والنبي كان إذا الوحي لما ينزل عليه يتصبب عرقا في الليلة الشاتية كما تقول عائشة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أين الصاحب، أين السائل؟ وهذا ثناء من النبي على السائل، يعني لأن السؤال جميل، أويأتي الخير بالشر، ما يستعجب الإنسان. فهنا النبي ضرب له مثل ويضرب المثال ليتضح المقال، فقال عليه الصلاة والسلام الخير لا يأتي بالشر، يعني الإنسان إذا كسب المال من وجهه وفعل به ما أمره الله به فيكون هذا من باب أن الخير لا يأتي إلا بالخير، لا يأتي إلا بالخير. وهذا بالنسبة للخير المحض كالإسلام،
الإسلام كله خير، ولكن هناك أنواع من الخير غير الخالص قد تأتي بالشر، مثل المال. المال خير لكنه قد يأتي بالشر. كيف يأتي المال اللي هو خير بالشر يا شباب؟ به يا شيخ بارك الله، أقول يفتن به. كيف يعني؟ يعني يكون عنده مال قليل ثم إذا كثر يفتن به، وفي أشياء ثانية يعني يقولها. أحسنتم، نعم. وهذا الذي حدث من كثير من الناس لما كان يعظ الناس وكذا، ولما كثر عليه المال وفتحت له التيك توك وأصبح له متابعون وكذا، أصبح يأتي على مظهره ولحيته وأمره إلى غير ذلك، حتى أصبح من العوام والعياذ بالله من أضل الضالين، نسأل الله السلامة والعافية. أو كما قلت لكم في اقتناص الفوائد، أن المال إذا يكتسب من المال له قسمة رباعية، يكتسب من حلال وينفق في حلال، هذا خير في خير. يكتسب من حلال وينفق في حرام، هذا هو أن الخير يأتي بالشر. أرأيتم؟ يكسب حلال يروح يشتري بها المخدرات، يفعل بها الفواحش، يعني أساء في إنفاقه. أو يكسب من حرام وينفق في ماذا؟ وينفق في حرام. هذا هو أيها الكرام الفضلاء، أن الإنسان يعني هذا هو يأتي بالشر لما يكون اكتسب من حرام أو أنفق في حرام. ثم النبي عليه الصلاة والسلام يضرب هنا هذين المثالين، يوضح بهما أن المال خير يمكن أن يأتي بالشر ويمكن أن يأتي بالخير. فالمثل الأول نموذج الخير عندما ينقلب شرا، يكسب من حلال ينفق في حرام. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام ضرب بذلك مثالا، قال إن مما ينبت الربيع، الربيع هو شهر اللي فيه يعني تزهر الأرض وتخضر وتظهر الزروع، هي يسمى الربيع. وأيضا يقال الربيع النهر الصغير، كل نهر صغير يسمى ربيع. فقال هنا إن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم، يعني إيش؟ يعني ممكن تأكل نبتة تقتلك وهي نبتة في الربيع، أو تقربك من الموت والقتل. طيب ما تنبته الأرض هنا يكون خيرا، ومع ذلك فمنه ما يقتل البهيمة ويضرها ضرر يقربها من إيش؟ من هذا معنى يقتل أو يلم، أو يعني يقرب من الموت. فلذلك هنا مثل البقوليات، لو البهائم أكثرت منها تهلكها أو تهلك بسببها. مثل بعض الإنسان لما يزيد من أكل السكريات أو النشويات أو كذا، هذه أيضا تميته، ولا يسمى إذا كان مريض بالقلب بالسكر عبان الله يكم، أو إذا أكثر من الأشياء المالحة، وإذا كان مريض بالهايبرتينشنز أو ارتفاع ضغط الدم إلى غير ذلك. هذا هو معناها يقتل أو يلم. ولذلك هذا المثال معناه أن من يستكثر من المال ويخرج من حد الاقتصاد فإنه يضر، كما أن من يستكثر من المأكل يصيبه السقم. ولذلك النبي يقول المعدة يعني بيت الداء والحمية خير الدواء. ولذلك الإنسان ينتبه انتباه كبير لمثل هذه الأمور، ويحذر حذرا شديدا رعاكم الله من أن يقع في أنه يزداد من الأكل حتى يهلكه ذلك الطعام. لكن قال صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه فإن لم يكن لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث
وثلث لنفسه. يا سلام، رأيتم؟ فإذا زاد عن هذا الثلث يضر وتصيبه الآفات وتصيبه الأمراض كما هو مشاهد. أيها الكرام، إيش أيها الكرام، أيها الكرام الفضلاء، وعلى كل، يعني لما قال المعدة بيت الداء والحمية رأس، أو هي رأس الدواء، فهذا وإن كان مشهورا أنه من كلام النبي، لكن في الحقيقة وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ليس من كلام النبي، إنما هو من كلام طبيب العرب الحارث بن كلدة، الحارث ابن كلدة. نعم. نرجع الآن إلى ما نحن فيه من هذا المثال الثاني، نموذج للخير. إذا أحسن الإنسان التعامل معه فلن يأتي إلا بالخير. انظر ماذا قال: إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت. آكلة الخضراء هي الماشية اللي بتأكل من الكلع الأخضر الذي لم يصفر، ترتع منه شيئا فشيئا، ما تكثر لكن تأخذ منه بقدرها. لما تمتلئ خاصرتها، يعني بطونها، والخاصرتان هو الجنب اليمين والجنب الشمال، خلاص تجلس وتبدأ تجتر وتستقبل إيش؟ الشمس لتستدفئ. ففي هذه الحالة تبدأ تجتر وتبدأ أن هي فثلطت وبالت ورتعت. يعني إيش ثلطت؟ يعني يبدأ يخرج منها هذا الرجيع الذي يخرج بصورة سهلة من غير مشقة، وتبدأ تبول أيضا، وتبدأ إيش؟ ترتع شيئا فشيئا. هذا هو المثال الثاني لمن اكتسب المال من حلال وأنفقه في حلال. ولذلك كان من دعاء النبي من حديث عمار: وأسألك القصد في الغنى، وأسألك القصد في الغنى والفقر. لأن هذا المال محبوب إلى النفس، مرغب إلى النفس أيها الكرام الفضلاء. ولذلك نعم المال الصالح للرجل الصالح. نكتفي بهذا القدر في هذا السفر المبارك، ونكمل في المجالس القادمة فيه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.